العمل صار مبهج وممتع ولذيذ بسبب أن ما كان في رغبة بأن اللوحة تفسر النص ولا النص شرح للوحة، هو تقاطع رؤيتان مختلفتان، يعني رؤيتان متخالفتان مختلفتان، يعني تنظران إلى موضوع واحد. فهذه هي الشيء الجميل في تجربة ضياء وعمل معرض جميل في البحرين. ويعني أنا شعرت بأني أنجزت نص يعني عبر عن رؤية جديدة للحب في يعني التراث العربي، أحد أهم القصص العشق في التراث العربي، ولكن من حساسية تشكيلي معاصر وشاعر معاصر، يعني بمعنى أن إحنا لم نكترث بالنص الرواية الأصلية في عند الأصفهاني أو الرواة الآخرين، لكن إحنا وضعنا أخبار جديدة ورسوم جديدة غير القديمة. على كل رح نتوقف عند أحدث عمل جمعك مع الفنان خالد الشيخ وإبراهيم بوسعد ونشوف مشاهد من هالعمل قبل ما نضيء عليه بالحوار. خالد، لا شك انه تجربة وجوه تجربة مخيفة مميزة بالنسبة لك، خصوصا التعامل مع نص قاسم حداد. حقيقة كانت مخيفة في البداية، وفي النهاية تحولت إلى شيء من السعادة، إلى درجة أنه كنت أقول الأستاذ قاسم، أقول له هذا مين اللي سوى العمل؟ يعني إحساسي وأنا بعد ما أكملنا العمل حبيت أرجع وأغامر بالدخول في تفاصيل العمل في جزئياته، شعرت بالخوف لما اقتربت، يعني حاولت أقول طيب هذا كيف نعمل، هذا كيف نعمل. فهذا من جانب. من جانب آخر يعني قاسم أعطى في هذا العمل أعطاني خيارات أن أفتح نوافذ أخرى على الموسيقى. أنا كنت أنظر من نافذة معينة، فلما فتحت هذه النوافذ رأيت مناظر جميلة. وعنوان العمل هذا كله هو الشعور بالحرية، الإحساس الداخلي بالحرية، في الاقتحام، في المغامرة، في التزاوج مع الحرية. يعني لما أدخل على مقطع في أحد القصائد وأغني وأشعر أني أنا مش فاهم حقيقة قصد قاسم، لكني أنا متصل بالروح العامة للنص، متصل بالاقتحامية اللي موجودة عند قاسم في المفردة، في المعنى، في شعور، في أشعر بقاسم أنه هو من أسعد المخلوقات على هالأرض، لأنه يستطيع عن طريق هذا القلم وهذه الورقة أنه هو يفتح مش بالضرورة يعني نوافذ لأن الواحد يشوف بحر ورملة، لا، ممكن يشوف بحر ومعاه مثلا جهنم جنب البحر، ممكن يشوف أشياء يعني لا تخطر على البال. أحد النصوص هذه مثلا
كل هذا الهزيع، ولما يعني لما دخلنا على هالنص اللي يقول كل هذا الهزيع الأخير من الوقت يدعى بلادا ومستقبلا، إيش هو؟ أو كانت جنوبا ومستقبلا واصبحت بلادا ومستقبلا. لما جينا نغني النص كمجموعة أشعر بأنه اللي غنوا تلبسوا حالة الاقتحام، تلبسوا حالة من يريد أن يصل لكنه مش شايف شط أو بر. فلما جيت لما توحدت كل هالأرواح في الأداء شعرنا بأنه أنه مثل ما كان يقول دائما قاسم أنه كونوا أحرار في رؤيتكم وفي مخيلتكم وفي استقبال النص كما يحلو لكم من غير أن يقترح عليكم كاتب النص تفسير معين أو إلى آخره. لاحظنا أنه الموسيقى والشعر والفن التشكيلي، السؤال هو مزدوج، شو كان الهدف من توظيف ثلاث فنون؟ شو كان الرسالة اللي مفترض أنه توصل من خلال اجتماع ثلاثة فنون؟ والله أنا أعتقد أنه يعني قاسم حداد هو الشرير في هالمشروع اللي هو جمع بين الأطراف الثلاثة، لكن يبدو أنه هو إبراهيم بوسعد اللي هو الفنان التشكيلي اللي هو صاحب الفكرة تآمر مع الزميل قاسم حداد أنه هم يعملوا شيء مشترك ويقطوا عليه بعد ما اتفقوا على كل شيء. فجاني قاسم يقول لي تفضل من نوع الفشل اشتغل. مشكلة خالد أنه يستخدم مصطلحات خطيرة، يعني خطيرة شرير وتسلط وكذا. شرير شرير جميل، وهو يقصد الجانب الجميل في التجربة. طبعا لأن إبراهيم صديقنا، يعني إبراهيم بوسعد الفنان التشكيلي، هو اللي كان عنده رغبة حقيقية في دخول تجربة من هذا النوع. هو صاحب الفكرة وطرح عليه الفكرة وبعدين طرحناها على خالد. راقت للفكرة بسبب أن أنا أميل صراحة إلى أي نوع من المغامرة مع مبدع يقترب من النص الشعري. الإحساسي بأن الشعر هو موجود في كل الفنون، في الموسيقى في شعر، في التشكيل شعر، في القصة شعر، فهو الشعر هو الخيط السري لكل هذه الأشكال. لما يجي فنان تشكيلي يستطيع أن يتحاور مع تجربة شاعر مع تجربة موسيقي، هذه رغبة، يعني أنا بالنسبة لي رغبة مقدسة يجب تبجيلها يعني صراحة. يعني يعني تعاملت مع هذه فكرة إبراهيم تعامل يعني متحمس جدا، وجدت بأن خالد الشيخ باعتبار أنه هو قريب تماما من النص الشعري وكتابتي خصوصا، هو الآن العنصر الحيوي في يعني في التجربة. لأن أنا سابقا دخلت تجربة مع يعني شو اسمه آخرين أشكال مختلفة مع ضياء العزاوي مثلا التشكيل، لكن الجديد هو الموسيقى، يعني إضافة لتجربة إبراهيم بوسعد. فراقت للفكرة ووجدت بأن القلق اللي عند خالد لما طرحنا عليه الموضوع هو قلق مطمئن، لأن أي فنان حلو قلق مطمئن، يعني أن أي فنان يقبل على على العمل الجديد بثقة يعني واضحة ومبالغ فيها، فنان يعني شخص خالي من جوهر الإبداع، لأن الإبداع هو سؤال وقلق مستمر بأن كيف أحقق ذاتي بهذا الشكل في هذه التجربة. فوجدت ويبدو أيضا أنا بعدين يعني اكتشفت مع خالد أن جينا لخالد في لحظة حاسمة ويعني محورية في تجربته بعد صمت، كان يبحث عن شيء يعني أي في أسئلة مقلقة عنده، وأنا أتابع معاه يعني الأسئلة صراحة وحاور فيه. يبدو الأسئلة
الكثير دائما بتراود الكثيرين، ومن ضمنهم صديق متصل معنا على الخط صار له زمان، راح اضطر اسفه يعني. الو مساء الخير. الو مساء الخير. صديقه متصله، اهلا وسهلا فيكي. صديقه متصله، كيف حالك عزيزتي؟ يا اهلا وسهلا فيكي. معك في الشرقاوي. اهلين يا في، شو اخبارك؟ تحياتي لك لمحمد صفي الدين، وتحيه كبيره كبيره لاستاذي والابوي جاسم حداد. اهلا بك. والفنان الكبير المتالق دائما خالد الشيخ. شكرا يا في. لكم مرحبا فيكم في الامارات. شكرا يا في، الله يعطيك العافيه. وسعيده بوجودكم على الشاشه، وسعيده ايضا بعطائكم اللي اتمنى انه دائما يستمر. طبعا بس انا احب، كنت احب من خلال هالاتصال ان القي تحيه عليكم، واقول لكم ان مكانكم في القلب دائما، حتى لو الواحد اشغلت الدنيا والعمل وحياته عن امور كثيره، تبقون مهمين في حياتي بشكل انساني كبير وحتى بشكل فني. لا شك ان انا ربيت في بيت الفنان خالد الشيخ وفي بيت الكاتب الكبير قاسم حداد، ولا شك ان هذا اضاف لي كثير. بس حبيت اني احييكم واقول لكم احنا منتظرين الكثير من الابداعات الجميله من قاسم حداد ومن خالد الشيخ. تحياتي لكم وللاهل وللجميع في البحر. شكرا. شكرا يا فاي. شكرا الله يعطيك العافيه. شكرا لاتصالك فاي. محمد فلكناز ومحمد صفي الدين وسهام العشاء. شكرا لاتصالك فاي زميلتنا المذيعه الفنانه المتالقه فاي. مع السلامه. مع السلامه. شكرا. أدونيس الشاعر المعروف عالميا، هل كان حضوره ضروري بالعمل؟ لا، هو حضوره كان جميل وإضافة كريمة منه يعني صراحة، لأن هو في الواقع كان في زيارة للبحرين وطرحت عليه الفكرة وهو تحمس لها بسبب جدة الفكرة، وباعتبار أنه هو يعني صديق حميم وشعر بأن هناك في مغامرة فنية، لأن هو المشروع أساسا كل مغامرة، وهو ميال لأن يغامر في ذلك. هو بسبب أن خالد كان طالب قراءة، يعني قراءة بصوت شاعر، بس أنا بسبب معرفتي أن يعني شاعر أدونيس هو أحد أهم وأجمل من يقرأ الشعر، يعني أنا لم أصادف شاعرا يقرأ شعر مثل ما يقرأ أدونيس. كيف تعامل مع قراءته الفنان خالد الشيخ؟ كمل محمد. فطبعا وجوده ومساهمته أعطت العمل يعني جانب جميل جدا يعني، وجسد حقيقة جوهرية في النص يعني. وإحنا نشكر الشاعر من هذه الموقع، نشكر مساهمته الحقيقية يعني. يعني أنا بالنسبة لي طبعا يعني لما أنجزنا الجزء الموسيقي شعرت بخطورة الموضوع، وشعرت بأهمية المشاركين الموجودين في هالعمل، مشاركين يعني على درجة كبيرة من الإبداع والمسؤولية، وشعرت أنه قاسم بالشعر اللي كتبه وإبراهيم بالرسوم التشكيلية، ويجينا صوت مثل صوت الشاعر أدونيس، وقراءته كانت قراءة متصلة. فلما جينا لنستخدم هذه الآلة الموسيقية اللي لما دخلت مع مجموعة الأصوات والآلات الموسيقية هذا الصوت يعني بعث روح جديدة في العمل. فيعني أنا أشعر بأنه أدونيس كان قائد الجوقة، يعني كمن يقود الجوقة ولما يسكت هو يدخل، وكانت له قراءة خطيرة في أحد القصائد اللي هي تركنا وحيدا من غير أي مرافقة موسيقية، عندما ابتدأ قصيدة كنت القدم العارية. على كل أحوال رح أدعيكم وأدعي الأصدقاء المشاهدين لنسمع قصيدة لقاسم حداد بصوت أدونيس.